بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الإخوة والأحبة إلى هذا اللقاء الكريم في رحاب شهر الله، في رحاب هذه الأيام المباركات، ونحن نلتمس نورها وبرها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إنها أيام الله نقترب فيها من هديه ونوره، نحاول أن نتعلم في هذا الشهر العظيم، نحاول أن نقف عند شاطئ الروح بعد أيام مريرة يمضيها الإنسان في السعي في رزقه، وهذه الحياة جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. يأتي شهر رمضان موسما لمراجعة ما بين العبد وبين ربه، وما بينه وبين الناس، وما بينه وبين نفسه. من أجل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رمضان هو موسم التدريب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. إنها إذن ساعات مباركات نقبل فيها على الله، نجتهد أن نتعلم من كتابه وهديه ونوره. المساجد تستقبل روادها، القرآن يستقبل أحبابه، أولئك الذين هجروه سائر العام ثم يعودون اليوم إلى نفحاته الموصولة. يريد الله عز وجل أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يكون له من عباده أصفياء يناديهم يلبونه: أحببتنا فأحببناك، وأقبلت علينا فقبلناك، وأدبرت عنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وفيت يا شهر المثوبة والفضائل والبشائر، أهلا بمقدمك السعيد، ومرحبا يا خير زائر، يا نفحة الإيمان، يا فيض العقيدة والمنائر، نرنو إليك مسائلين الله تطهير السرائر. إنها ساعات يقبل فيها العبد على الله عز وجل، يجدد إيمانه. نحتاج كثيرا أن نقف عند نفحات رمضان، لأن النفس تشتاق بين الحين والآخر لتلك النفحات الرمضانية التي يشرق الله فيها على قلب المؤمن. جدد حياتك بالصيام، فبالصيام غذاء روحك. داوي الذي تشكو بتقوى الله، تبرأ من قروحك، واغنم أويقات التجلي في الطريق إلى نزوحك. إنها إذن ساعات يراجع فيها المرء حاله عندما يقبل هذا الشهر الكريم. كلنا يعلم أن رمضان يعتبر ثورة في حياة المؤمن، كل شيء يتغير: مواعيد الاستيقاظ، مواعيد النوم، مواعيد الطعام، مواعيد التجارة، مواسم. أصبح رمضان موسما لكثير من الأطعمة، لكثير من الأشربة، أصبح موسما للبرامج الفنية. كل شيء يتغير في رمضان، ولكن في غمار هذا التغير الذي يسابق الزمن، لا بد من لحظة يعود فيها المرء إلى قلبه،
نعود من أجل أن نصلح ما بيننا وبين الله، من أجل أن نصلح ما بيننا وبين الناس، من أجل أن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهل رمضان يستقبله ببسمة رضا وحب، ينظر إلى الهلال: اللهم كما أهل علينا برضوانك فأهله علينا بغفرانك. كان يدخل إلى هذا الشهر الكريم صلى الله عليه وسلم ويخبر الصحابة بأنه قد بدأ موسم الإعداد. كل ثقافة، كل إدارة، كل مشروع لابد فيه من مرحلة من مراحل الإعداد تكون مختلفة عن الأيام الروتينية التي يمضيها الإنسان. الآن أنت تمضي هذه الأيام مع الله عز وجل، تراقب فيها قلبك. الجوارح جائعة، إذا جاعت الجوارح شبع القلب، وإذا شبعت الجوارح ظمئ القلب. لحظات يحتاج فيها الإنسان أن يتأمل من جوع وليس من شبع، أن يتأمل من فقد وليس من إغداق. إنها لحظات يحتاجها الإنسان. كثير من الأحيان نتصور أن الرفاهية المطلقة هي المطلوبة. يقول لك رمضان لابد من لحظات تتوقف فيها عن رفاهيتك، لابد من لحظات تشعر فيها بأسى الفقير وجوع الجائع، تشعر فيها أيضا بأنك أنت يا من تعيش في رغد هذه النعم. لابد أيضا أن تلتفت إلى نفسك. أحمد شوقي له كلمات جميلة، يقول: يا ذا الذي صام عن الطعام ليتك صمت عن الظلم، هل ينفع الصوم امرأ ظالما أحشاؤه ملأ من الإثم. الإمام الغزالي يقول: الصوم على مراتب ثلاثة: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص. أما صوم العوام فهو الإقلاع عن الطعام والشراب، أن يترك الطعام والشراب، هذا كل إنسان يستطيعه. أما صوم الخواص الذين اختصهم الله واصطفاهم إليه، صوم الخواص أن يصوم عن كل ما حرمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يفطرن الصائم، أولها الكذب، الغيبة، النميمة، النظر بشهوة، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هناك إذن معارج كثيرة للصيام. نحن نتوقف عند الجانب الأول، الامتناع عن الطعام والشراب. إذن الصوم الثلاثة: صوم العوام وهو الإقلاع عن الطعام والشراب، وصوم الخواص وهو الإقلاع عن كل ما حرم الله، وصوم خواص الخواص وهو الصيام عما سوى الله. خيالك في عيني، وذكرك في فمي، وحبك في قلبي، فأين تغيب؟ ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتشتاقهم روحي وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. هؤلاء الذين يصومون صوم خاصة الخاصة، يصومون عما سوى الله، فيكون رمضان غفرانا لهم وإقبالا لهم على الله عز وجل، وإيناسا بقربه وعبادته ونوره. الصيام في الحقيقة بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أيام وصوله إلى المدينة المنورة. رأى أهل الكتاب يصومون في يوم عاشوراء، سأل فيما يصومون في عاشوراء، قالوا: هذا يوم نجى الله به موسى من فرعون. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هنا ثقافة استئناف الحضارات، ثقافة بناء المتأخر على المتقدم. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليهدم كل ما أنجزه السابقون، بل كان يعترف به ويبني عليه. ولذلك قال: سأصوم التاسع والعاشر. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم التاسع والعاشر حتى فرض الله عليه في السنة الثانية من الهجرة، فرض عليه صوم رمضان. نزلت الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا كمان منطق القرآن، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الإسلام ليس إلا رسالة تستأنف عطاء الأنبياء من قبل. الإسلام لا يريد للمسلم أن يخرج من الحياة وأن يقطع كل سبل تواصله مع الدنيا إلا مع الإسلام، بالعكس الإسلام فتح لنا سبل الاتصال مع الثقافات الأخرى والحضارات الأخرى وجهد الأنبياء السابقين. وهنا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن أيام الصيام معدودة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخر. هذا من الإيجاز في القرآن الكريم، أي فعدة من أيام أخر، أي فإن أفطر بسبب سفر أو مرض فعليه قضاء عدة من أيام أخر. ثم قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هي أيام الله، هي مناسبات يقبل فيها العباد على الله عز وجل، هي مناسبة نغسل فيها القلوب، ندخل إلى هذه الدورة الرمضانية. أتمنى أن تكون هذه الأيام 30 التي سنشهدها من هذا الشهر العظيم موسما للوصال بيننا وبين الله عز وجل وللإقبال. اجعلوا دعاءكم في رمضان: اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على طاعتك، واكتبنا في أهل ليلة القدر. أيها الأحبة، ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.